مجلس الوزراء في موعد أقصى قبل حلول الصيف المقبل. فإن شاء الله الأبراج ستبدأ تسليمها من 15 أغسطس المقبل. طب هايل. طب خليني هسأل حضرتك أيضا عن فكرة الأعداد. احنا عايزين برضو يبقى عندنا زي ما عندنا سياحة داخلية لمدينة العلمين الجديدة، احنا برضو بنستهدف ان احنا يبقى عندنا يعني سياحة شاطئية فيما يخص منطقة الساحل. هل تم اتخاذ إجراءات بعينها في هذه الأيام، ولا احنا بنتابع الخطة اللي احنا عاملينها على مدار يعني الأيام اللي فاتت؟ حضرتك تقصدي الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة الترفيهية والمنطقة الشاطئية في العلمين الجديدة مش كده؟ في العلمين الجديدة علشان نبقى عندنا بقى جذب السياح كمان يجوا لنا من بره زي مثلا الغردقة وشرم الشيخ وخلافه. طبعا دي يا فندم دي يعني المشروعات أو هذا الجانب المنطقة يعني الأبراج الشاطئية والمناطق الترفيهية المرتبطة بها بالفعل كانت جزء أساسي من الزيارة اليوم. السيد رئيس مجلس الوزراء زار بنفسه المنطقة الشاطئية وكذلك زار منطقة الأبراج الشاطئية واستمع لبعض المواطنين وزار وشاهد بنفسه الخدمات الأساسية. بالفعل هناك أنشطة يعني ترفيهية بتتم على أرض الواقع وبيتم إنشائها تمهيدا لدعم السياحة الشاطئية كما ذكرت حضرتك. كويس. وعلى سبيل المثال يعني السيد رئيس مجلس الوزراء عندما زار يعني أكد على أهمية في خاصة في المنطقة الترفيهية، أكد على ضرورة التشغيل الفعلي لكل المحال والمطاعم والكافيهات الموجودة في المنطقة، وأيضا أكد على أهمية أنه يتم تشغيل هذه المنطقة ومراعاة المستوى الخدمة الجيد فيها. طيب عايزه اتكلم كمان عن الاجتماع الخاص بدوله رئيس مجلس الوزراء النهارده مع وزير الاسكان، وخاصه ان هو كان في تاكيد على انهاء ملف التعويضات في راس الحكمه علشان نبدا ننفذ المرحله الاولى في المواعيد المقرره. الارض بقى على الارض يا فندم، او عرض وزير الاسكان لهذا الملف كان ايه الاخبار؟ كما تعلمين حضرتك انه يعني هناك جدول زمني لبدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وان شاء الله يعني المرحلة الاولى لابد من سيتم ان شاء الله بدء تسليم المرحلة الاولى من المشروع حتى يتسنى البدء في العمل في المشروع بصورة فعلية على الارض، حتى يتسنى نصل الى مرحلة او يتم تسليم المرحلة الاولى من المشروع جاري الانتهاء من ملف التعويضات. وهذا الامر اكد عليه اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء اهمية متابعة موقف التعويضات وتمهيدا لبدء تسليم الارض والانتهاء طبعا من التعويضات بصورة يعني فورية. وهذا الامر اكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء منذ اليوم الاول للاعلان صحيح. عن مشروع راس الحكمه انه لن يضار اي مواطن ولكن سيتم دفع التعويضات عادله لكل المواطنين. طيب. وبالتالي ان شاء الله بنتوقع انه طبقا للعرض اللي قدمه السيد الوزير ان شاء الله يعني سيتم بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعه موضوع التعويضات. وهذا الأمر بيحتل أهمية لأنه لابد من الالتزام بالتوقيتات المحددة، والحكومة صحيح. إن شاء الله ستلتزم بها وسيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع من أرض المشروع لبدء أعمال التنفيذ. طب فرصة أكيد بقى وهستغلها وحضرتك معايا، إحنا يعني من يومين تم الإعلان عن زيادة أسعار الوقود سواء البنزين أو السولار، أكيد إن الحكومة حاطة خطة لفكرة إن إحنا بقى نسيطر على الأسعار الرقابة على الأسواق.